طيب اذا بالنسبه للتوصيل حكينا سته هون سبعه، احنا حكينا هذه عباره عن كانها مقاومه، فانا عندي في عندي طريقتين للتوصيل من الداخل للخارج، هاي عندي تي هاي اللي هي في داخل المنزل، وهذه ار ثيرمال تبعت وولز. لكن انا كمان في عندي ويندوز ار ثيرمال للويندوز، حتى الحراره تنتقل من الداخل للخارج ممكن تمر عبر الحائط وممكن تمر عبر الشباك، مزبوط؟ هاي تي لو اوتسايد وتي هاي انسايد، لان هون ممكن تنتقل الحراره عبر الحائط ممكن تنتقل الحراره عبر الويندوز. هذول ايش محطوطين؟ ان بارلل ولا ان سيريز؟ ان بارلل. شو بتساوي الار ايكوفالنت لهم؟ زي ما عملنا في الكهرباء نفس الشيء، مش كنا نقول 1 over r equivalent يساوي 1 over r 1 على volts زائد 1 على ممكن اقول هون R equivalent بتساوي R volts R windows على اوكي. متذكرين هاي الفورمولا؟ اذا عندي مقاومتين in parallel equivalent اذا كانوا in series. طيب بس هون هاي مش صحيح بهاي الحالة، تمام؟ هذه مش صحيحة لانه الحرارة حتى تنتقل من الداخل إلى الخارج لا ممكن تمر من الحائط وممكن تمر من الشباك، ممكن في حالات ثانية ترتيبات ثانية أنت عاملها بدها الحرارة حتى تنتقل من مكان لمكان لازم تمر في الإليمنت الأول وبعدين تمر في الإليمنت الثاني. بس هذا مش صحيح في الحالة هاي، واضح إنه هون ممكن الحرارة تنتقل عبر الحائط ممكن تنتقل عبر الشباك، ولذلك هون أنا بحسب الحرارة النهائية أو معامل الانتقال النهائي من الداخل للخارج بهاي الطريقة. وبعدين لازم أعرف حكينا الهيتر، في عنا إلكتريك هيتر الإلكتريك هيتر يا بتكون فولي أون يا بتكون فولي أوف. لما تكون فولي أون قديش تعطيني كم جول بير سكند الهيتر لما تكون شغالة؟ 100% كل هذا 100% اللي هي إيه؟ كيف بعرف قديش كمية الحرارة اللي بتعطيني اياها الهيتر؟ شو لازم اعرف؟ الباور ريتنج. اذا هون راح تعطيني الباور ريتنج تبعت هاي الهيتر. مثلا على سبيل المثال لو الهيتر هاي 2000 واط كم جول بير سكند بتعطيني؟ 1000 لما تكون اوف تمام. هاي النقطة كمان واضحة، إذا الهيتر يا بتكون عندي فولي اون يا فولي اوف، وأنت بتشوف لما تشغل هيتر كهرباء بتسمعها بتشتغل وبتطفي حسب الثيرموستات سيتنج اللي أنت حطيته حطيت لي إياها. الشيء الأخير راح نحكيه، راح نقول إنه صاحب المنزل عنده قرار إيش يقول؟ يقرر قديش بده يحط درجة حرارة المنزل اللي بده اياها. إذا وصلت درجة حرارة البيت مساوية لدرجة الحرارة هاي راح يطفي الهيتر، مش هيك؟ إذا في عندي تمبريتشر ايش اسمها؟ هيستريسيس انه نعم هيستريسيس في هيستريسيس، شو عرفك بالهيستريسيس؟ كيف تعرف؟ وين أخذتها؟ بالكنترول بالكنترول، تمام. إذا هون نعمل set temperature is قديش تعتقدوا رقم جيد نحطه؟ إذا عم نحكي تدفئة أو مش تبريد، شو
الرقم اللي بتحطه لو انت بدك تشغل الهيتر هاي في المنزل وتكون مرتاح. 25 قد ايه؟ 25 25 مين كمان بيقدر؟ 25 في ناس راح يتضايق من 25 شوي راح يحس حامي. 22 ايش كمان؟ في حد بحط تحت 22 18 في حد بحط 18 ولا بارد 18 ممكن 20 ممكن. طيب اذا بدنا نقول هون مثلا حسب ما انتم حكيتوا ممكن ناس يطلب 20 ممكن 22 ممكن 25 الارشادات الحكوميه عاده بتكون 18 انا شخصيا 18 بحسها برد بس من ناحيه افشنسي اذا بتقدر تعود نفسك على 18 هذا جيد تمام لو كانت درجه حراره الغرفه 18 انا بحس انها برد 20 على الاقل تمام 25 راح تصير حاميه كثير شو بياثر هذا على ايش لازم ياثر على درجه الحراره الخارجيه او الفرق السويتشنج تبع السويتشنج وفي النهايه على ايش راح يعمل استريس على الاستهلاك النهائي هذا اللي حاطط 18 استهلاكه راح يكون اقل من ابو ال 25 طبعا هذا مبسوط انه درجه حراره البيت عاليه بس الهيتر قعدت وقت اطول وهي شغاله نرسم البلوك دايجرام شو لازم يكون البلوك راي دايجرام تبع الكنترول سيستم اللي اخذ كنترول كلوز لوب تمام خلينا نشوف الكلوز لوب هون لاحظوا هذا الكنترولر اون اوف كنترولر مش بروبورشنال كنترول اوكي اون اوف نرسم الشكل اجى اليوزر من هون بده يحط درجه الحراره اللي بده في عنده هون ثيرموستات راح يحط هون مثلا خلينا نقول 22 هاي ثيتا سيت او ديزايرد مع ايش راح تقارن هاي سيمينج بوينت مع الفيدباك مع الاكشوال مش هيك بس الاكشوال بدها سنسر فلازم يكون عندي سنسر هون شو السنسر راح يكون بالحاله هاي فيدباك اللي هو مثلا ثيرمستر او ثيرموستات اللي هون هاي راح تعطيني درجه الحراره لاحظوا هذه ليش حطيت ماينس هون عشان تنظر عشان اشوف الفرق عشان اشوف الفرق وهذا الفيدباك شو بنسميه اللي اخذ منكم كنترول نيجاتيف فيدباك بالضبط نيجاتيف فيدباك بوت كنترولر هلا عندي هون الكنترولر هلا الكنترولر هون بسيطه الكنترولر مش بي اي دي هي عباره عن اون اوف كنترولر وزي ما حكى الحش حسن في عندي راح يكون هون في ثيرموس هيستريسيس والهيستريسيس شكله زي هيك خليني اكبره شوي عشان يبين راح تشوفوا الهيستريسيس في الموديل لما نفتح الموديل بكره بسوي شو هذا يعني شو نعم شو بسوي الهيستريسيس بقرر كيف يطفي وكيف يشغل هلا بحكي عنه دايما وهاي الهيتر جولز بير سكند الوات تبعها جولز بير سكند وهاي رح تاثر على المنزل هي فعليا مش رح تاثر على المنزل هي بتاثر على الهواء اللي داخل المنزل مش هي رح تسخن الهواء اللي داخل المنزل وبعدين انا حاطط هون سنسر هاي عندي كلوز لوب كنترول شيء كلوز لوب كنترولر وذ نيجاتيف فيدباك بس اون اوف كنترولر مش بروبورشنال او بي اي او بي اي تي كنترولر اوكي هذه ابسط انواع الكنترولرز مرات بسموهم بانج بانج وهون حطينا هيستريسيس رح نشوف ليش حطينا هيستريسيس في هذا السيستم